ارتفاع سعر برميل النفط وانخفاضه لا يغير من واقع المدينة شيئا. أمراض سرطانية ضحاياها عشرات الأطفال، فضلا عن نقص الخدمات وانتشار البطالة. أسعار النفط تقترب من 95 دولارا للبرميل الواحد، ولكن أهالي المحافظة لا يحصدون من هذا الارتفاع سوى التلوث البيئي. هسه اليوم النفط 90 دولار، وصل الى 90 دولار، ما جاي يلاحظ اكو فرق بهذا الارتفاع. يعني اعتقد لا زال الفساد ينخر في الدولة، في مؤسساتها. محافظة نفطية كلها نفط، كلها نفط، بس ما مستفادين، والله العظيم ما مستفاد. هسه اريد راتب بكل صورة، بس راتب ماكو، صار سنة وسبعة اشهر، والله العظيم كل شيء ما بي جلطان، صار لي سنه ونص بي جلطه، ما حد قلب من، والله العظيم ولا مسؤول يجي ولا قال لي. المناطق القريبة من الحقول النفطية يتنفس أهلها التلوث الذي سبب حالات مرضية كثيرة. ورغم هذه الثروات النفطية، لكن شباب المحافظة يبحثون عن فرص عمل منذ فترة طويلة، ولكن محاولاتهم تبوء بالفشل دائما. ما بستفاد شيء من النفط، يعني رفع ولا نزل، كل شيء ما بستفاد. مثلا شاب انا اريد حقوقك من الدولة، كل شيء ماكو. شاب حق اتزوج اطلع، كل شيء ماكو. ما بستفاد شيء، صعد ولا نزل، نفس الشيء. برميل النفط يعني صعد 95 وصعد 90 ألف ولا نزل، كل شيء ما مستفادين من عنده. يعني لا وظائف عندنا، لا كل شيء ما عندنا، لا مستشفيات بها حظ، كل شيء ماكو. يعني منين، يعني الشباب هسه احنا قاعدين على الطاله بطاله، كل شيء ماكو. ومع انتعاش اسعار النفط وتجاوزها 90 دولارا، لكن اهالي المحافظه لا يحصدون من هذا الارتفاع سوى الامراض السرطانيه وزياده الانبعاثات الغازيه. لقناه التغيير، يونس الرباعي، البصره.